أنا لاحظت أنه الوقت عم بيجري معانا، فعندي هيك سؤالين أو ثلاثة إذا ممكن نحاول نغطي الموضوع. السؤال كان كيف تم توزيع المجموعات البشرية على قارات الأرض المختلفة؟ تمام، حاضر، أنا هجاوب على ده بسرعة، بس عايز أوريك شوية أدلة على الكلام اللي قلناه قبل كده، إن دي مجموعات بشرية واحدة، يعني جنس واحد بس مجموعات بشرية، دول توينز، واحد أبيض واحد أسود، أو مش هقول أسود، لونه غامق واحد فاتح، أيوة وآدي أب وأم لونهم قمحاوي، والطفلتين واحدة غامقة شوية واحدة فاتحة. دي أم جابت توينز، واحد فاتح واحد غامق، دول أخين موجودين في الجارديان نيوز بيبر، كانت كاتبة عنهم، دول أخين توأم، واحد غامق شوية واحد فاتح. فدي مش حاجة غريبة جدا أبدا، وأنا كان عندي فيلم عشان يشرح الكلام ده، هنعديه علشان إحنا اتكلمنا عنه وشرحناه، وزي ما قلت يا سيس نزار الوقت بيجري بينا. فدي المجموعات البشرية، تعالوا نشوف إزاي توزعت المجموعات البشرية. زي ما قلنا إنه بعد الطوفان خرج نوح وعائلته اللي هو سام وحام ويافث وزوجاتهم، وعلى فكرة ألوانهم كانت مختلطة، يعني مش كلهم لونهم أبيض، كلهم ليهم درجات مختلفة من اللون عشان تبقى فيه الجينات اللي تعمل كل التشكيلة البشرية اللي احنا بنعرفها دلوقتي. الرب كان عايز الناس تخرج وتملأ الأرض، لكن للأسف إن هم اجتمعوا في أرض شنعار وحبوا يبنوا برج ويبنوا مدينة. البرج ده علشان يعبدوا عليه عبادات تانية مختلفة، ما يعبدوش الله الخالق. الله في الميثاق بعد الطوفان قال إني مش هأغرق الأرض بالطوفان مرة تانية، فكانت العقوبة إن هو الله هيشتت ألسنتهم. ابتدت اللغات الأساسية تتكون اللي هي أمهات اللغة، وابتدوا الناس يتوزعوا على الأرض حسب لغتهم، ولما توزعوا على الأرض حسب لغتهم كانت النتيجة أنهم تزاوجوا من نفس المجموعة البشرية، فتكون النتيجة أن ابتدت الصفات الوراثية تظهر بصورة أوضح في كل مجموعة من المجموعات البشرية. فمثلا الجماعة الصينيين عندهم عينهم بطريقة مختلفة عن عيننا، لكن هي برضو نفس القرنية والريتنا والشبكية وكل حاجة زيه بالظبط وزيك، لكن الدهون اللي موجودة على الجفن السفلي والجفن العلوي مركزة بصورة أكبر، فبالتالي ليهم شكل العين المميز. وتلاقي لما دول دلوقتي الناس بتنتقل من مكان لمكان بسهولة، فتلاقي مثلا حد من القوقازي مثلا تزوج واحدة من الفار إيست، تلاقي إن الأطفال عندهم خليط من هذه التركيبة. فالمجموعات البشرية توزعت من بعد برج بابل، فكلنا أدي منظر العيون المختلفة اللي احنا شايفينها، كلها عيون زي وزيك بالظبط، نفس التركيبة ونفس الجفون ونفس العصب البصري ونفس مركز النظر في المخ، كل ده ثابت. وده المهم، الاختلافات دي كلها أقل من 1 في 1000، فعلشان نعرف أنا بعتبرها تميز، وهذا التميز إشي فريد جميل. من نوع إنه مش في 8 مليار نفس الكوبي، عم تعمل كوبي بيست، كله نفس بالظبط، الشكل، كل واحد أنا أؤمن ما فيش أي إنسان بشع، الكل جميل وكل واحد له بصمة خاصة بشكله بطريقته، فهو هو أو هي أشخاص مميزون. بالظبط كده، والله بيشوفنا كأشخاص مميزين على صورته وعلى شبهه، ولكل شخص ليه جمال الله عطاهوله بطريقة معينة. فتعال بقى نشوف إزاي الأرض كانت اتكونت، وإزاي اتوزعت القارات، وإزاي البشر اتوزعوا. تفضل. كل العلماء حتى اللي مش بيؤمنوا بالكتاب المقدس بيؤمنوا إن الأرض كانت كتلة واحدة اسمها البانجية اللي انتوا شايفينها هنا اهو، تمام؟ نعم. وده من أصح واحد من سفر التكوين. الأرض كانت مغطاة بالمياه، وفي اليوم الثالث من أسبوع الخلق المعجزي الرب أمر اليابسة أن تظهر، ومجتمع المياه دعاه بحارا، والله خلق النباتات. فتعالوا نشوف البنجية دي اللي هي كانت مجموعات اللي دي يسموها التكتونيك بليتس، يعني القشرة الأرضية مكونة من قطع كده، زي القطع اللي الأطفال بيستخدموها عشان يعملوا صورة يركبوها على بعض كده، بازل. تمام؟ المزايك ده. فالكرة الأرضية كانت متجمعة، بقول لك حتى العلماء الغير مؤمنين بالكتاب المقدس بيؤمنوا بالبنجية دي.
فآدي صورة للبانجيا اللي هي الفقرات القشرة الأرضية متجمعة، ودي الأجزاء بتاعتها. فمثلا الهند كانت قريبة من أنتاركتيكا وبعدين طلعت لفوق، ودي إزاي اتقسمت. إحنا بنؤمن إن التقسيم ده حصل أثناء الطوفان وما بعد الطوفان بفترة صغيرة، لأن في الطوفان ينابيع الغمر العظيمة انفجرت، اللي هي المية اللي تحت الأرض، وكان في براكين وزلازل، فدي كسرت القشرة الأرضية اللي كانت متجمعة في منطقة واحدة، واتكسرت واتعملت منها القارات المختلفة، وابتدت القارات دي تتكون زي ما احنا عارفينها دلوقتي. دي شايف الهند كانت موجودة تحت وابتدت تلزق هنا في آسيا، وهنا أفريقيا وأوروبا وأمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية، ابتدت القارات دي كلها تتكون. فدلوقتي القارات لازالت القشرة الأرضية دي بتتحرك على فكرة، بس بتتحرك ببطء شديد جدا جدا جدا، يعني بتتحرك حوالي 5 ل 10 سنتي في السنة في القارات دي وهي بتبعد عن بعضها. فالناس تقول لك ايه، لو المسافة بين أمريكا الجنوبية وأفريقيا تقدر تركبهم على بعض كده، وده صح. لو مسافة مثلا نقول 3000 ميل مثلا، واحنا بنتحرك 5 ل 10 سنتي في السنة، فيبقى عشان التحرك ده يحصل محتاجين ملايين السنين. احنا بنقول لا، في الجيولوجيا الكارثية اللي حصلت في طوفان نوح التكسير ده حصل بسرعة، وبعدين دلوقتي بنتحرك ببطء. فعايز اوريك دي نفس الصورة اللي بكررها، عايز اوريك الصورة دي يا ريت نركز فيها. دي تركيبة التكتونيك بليتس على بعضها متركبة كده، فتعالوا بقى نوزعها على بعض. شوف شفتوا التمثيل بتاع القارات ازاي اتوزعت؟ انا بحب الصورة دي قوي، افرجكم عليها مرة تانية عشان بس تاخدوا بالكم ان كلنا كانت قارة واحدة البانجية دي، وبعدين اتكسرت. الجماعة اللي مش بيؤمنوا بالكتاب المقدس بيقول عايزة ملايين السنين عشان تفك من بعضها. احنا حسب الكتاب المقدس لما ندرس طوفان نوح اللي هو الكارثة العالمية الضخمة كسرت دي بسرعة. خليكم تتفرجوا عليها مرة تانية وتشوفوا القارات ازاي اتكونت. تمام؟ واو عشان كده في فوق يا عشان كده في يقول لك في خطوط بتعمل براكين، وفي نقط فيها أنشطة جيولوجية عالية وحاجات زي كده. تمام؟ فآدي المجموعة البشرية أغلبها كان في منطقة واحدة. أرض شنعار دي بنعتقد إنها في الشرق الأوسط، لكن بصعوبة قوي نحدد مكانها بالظبط. وبعدين لما تشعبت المجموعات البشرية وابتدت تتحرك، ابتدت تتحرك معاها صفات وراثية مع كل مجموعة، فابتدت الأشكال تختلف. إزاي اتحركوا بقى؟ دي في آراء كتيرة قوي، أنا هحط بعض النظريات، ودي نظريات منطقية. الكتاب المقدس ما قالناش، وقال لنا إنهم اتحركوا وتوزعوا. بس كان في بين القارات في حاجة اسمها بريدجز، في خطوط، أو يعني اتصال بين القارات، فكانوا يقدروا يمشوا من منطقة لمنطقة. فمثلا ألاسكا في أمريكا في الشمال هي جزء من الاتحاد السوفيتي، لأنه كان في البريدجز دي، كان في القناطر دي اللي بتجمع بين القارات مع بعضها، فكانوا الناس يقدروا ينتقلوا عبر وقت، يعني مش لازم في يوم ولا 2 ولا 10 ولا سنة ولا 2 ولا 10، مدد يعني، ينتقلوا من مكان لمكان عن طريق هذه البريدجز أو الكباري. هي كباري طبيعية، مش واحد بنى كوبري يعني، هي كباري طبيعية بين طبقات الأرض أو بين القارات. وبعدين الإنسان طبعا بعد بناء فلك نوح اللي هو سفينة كبيرة قوي زي ما حضرتك شفت لما زرنا أمريكا مع بعض في الأرك إنكاونتر في ويليامسون تاون في كنتاكي، الناس ابتدوا يعرفوا إزاي يبنوا سفن، فانتقلوا عن طريق السفن. الحيوانات برضو توزعت في هذا المجال، وممكن الإنسان نقل حيوانات معاه في سفن لما راح حتة تاني. أنا كنت في زيارة للمكسيك من حوالي سنتين، والمرشد السياحي كان بيقول لنا إن الخيول جابوها الأسبان لما جم المكسيك، فما كانش في المكسيك يعرفوا الخيول خالص، لكن اتنقلت الحيوانات وانتقل الإنسان عبر هذه البريدجز،
وقدر يوصل لأماكن مختلفة. عشان كده في كل مجموعة بشرية ليها صفات معينة، وعشان كده إزاي الناس اتوزعوا على وجه الأرض.